اي ناس انا دوبتي في دباديبو دباديبو دباديبو. ايوه بقى هنعيش بقى الروشانه بتاعت زمان. هو رمضان اخويا فين؟ قول لي قهوه اسيب ايدي قهوه انا 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 قهوه. ايه يا رمضان بس وبتاع ايه يا رمضان؟ غني اغاني روشه بتاعت اليومين دول. ما اشربش شاي اشرب ازوزه. هو لازم اغنيه معاه مشروب رمضان؟ ما ينفعش على الناشف كده. ما بينزل مجانا. لا مش وقت بخل يا رمضان. وبعدين اللي انت لابسه ايه رايك بقى في شاكه الشمس؟ جيمس ايه يا رمضان؟ جيمس دي عربيه اسمه جينز. جيمس يعني جيمس ده من بورسعيد. المهم ده ما بيتلبسش على جلابيه يا رمضان، لازم بنطلون يا رمضان. انت بتعمل ايه يا رمضان؟ بقى بنطلون اهو قميص اهو وده اهو 100 100 يا رمضان. يا رمضان كده هيعبعب معاك، هيبقى شبه عزيز الهنش صدقني. هيرمي عيب جامد. ايه رايك؟ حلو يا رمضان. مش مهم الهدوم، خلينا بالجلابيه. المهم الجاكيت. الشباب شباب القلب زي الفل يا رمضان. قمر يا رمضان قمر. ايه الشباب شباب القلب؟ الله يرحمه. بتاع مين؟ جدك الله يرحمه. يا نهار اسود. ومنين؟ كان ابويا ورث ده. كبير واتعمل دواسه قدام باب اللوكاندا يا رمضان، حرام عليك. ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس جاكيت جيمس مقطع. ده مش جاكيت، ده فيست. وبعدين المقطع ده موضه يا رمضان. مقطع موضه؟ اه ده انا عندي موضه جوه بالهبل. لا اللي عندك دي تبقى للمطبخ يا رمضان، امسحه بقى في المطبخ ما تتلبسش. المهم كده بقى ايه، احنا روشين. المهم نعيش يوم من بتوع زمان بقى يا اخي. يا بقى يا سلام. وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. وهات لي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. وهات لي قلب لا ذاب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. الله 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 الله، شايف الصوت، شايف الحلاوة. أنا اللي كنت بديك الفرصة تتعلم الصوت ده. فرصة إيه يا رمضان؟ أنت ما اديتنيش فرصة في أي حاجة، أنت ما اديتنيش فرصة آكل يا رمضان. أيوة كنت بفتح لك الراديو تقعد تغني. كداب يا رمضان، كل ما كنت أفتح الراديو تقول لي يا أكرم الكهرباء جاية غالية يا أكرم، وكنت بتكتم نفس. أيوة بس كنت بفتحه وأقفله على طول. ما بلحقش أسمع حاجة. ده أنا كنت بنط من سطوح لسطوح لسطوح عشان أسمع حاجة عند الجيران يمكن أحفظها وأغنيها. بص، بتنط من سطوح لسطوح. مين كان بيشبك لك؟ وأنت هتذلني عشان كنت بتعمل لي كده يا رمضان؟ ماشي يا سيدي ماشي يا سيدي. المهم ان احنا بقى خرجنا وبقينا في الشارع اهو. صدق اول مره اشوف الكشك ده انه قدام اللوكاندا. يا نهار، ما انت ما تخرجش من باب اللوكاندا رمضان، بيخاف تصرف. المهم تعالى بقى نشتري حاجات من الكشك كده يعني عشان نبر نفسنا. نعمل ايه؟ نشتري حاجات من الكشك. نعمل ايه؟ نشتري حاجات من الكشك يا رمضان. مش قلنا هنعيش يومين من بتوع زمان؟ لا ما انا زمان كنت شاب بخيل برضه. خلاص يا رمضان هشتري، انا ما تشغلش بالك. ماشي يا سيدي براحتك يا سيدي. البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض. البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض. البار الباجين الابيض ده بيبيع ايه ده؟ لا غالية. انت تحس ان هو عايز يعطس وقفة، مش عايزة تيجي. لا غالية وملهاش لازمة والله، ما بحبهاش او طعمها وحش. اه ما تشغلش بالك، تعالى بقى نجيب حاجات من الكشك والنبي. لا نجيب، هات انت حاجات وانا بقول لك تمام. هو انت على طول براشوت كده رمضان؟ فرقة مظلات نازلة على كتفي. لا والله يا اكرم، ما انا وانت واحد يعني. كسر عمك يا بيك. بالراحه يا منى. مفيش بالراحه. هو مفيش سمعان كلام؟ لا في. هو انا مش قلت البنطلون ده ما يتلبسش غير وانت معايا؟ ما انا معاك اهو كمونة. يا بنت انا بغير. ايه اللي هما بيقولوا ده يا رمضان؟ ايه؟ هو متضايق عشان هي بتلبس البنطلون وهي مش معاه؟ يمكن هو معاه مقاس البنطلون مثلا ولا ايه؟ مش عارف يعني. هو اللي بيعرف يلبسه لها يعني؟ غريب. فكرني لما نرجع اللوكاندا اقول لاميره ما تلبسش البنطلون ده غير وهي معايا. اه جدع يا اكرم.
بعدين انت ازاي تنزلي صورتك على الفيس وانت مش معايا؟ لا انا ما نزلتهاش على الوش، انا حطيتها ستوري. ايه ستوري دي يا باشا؟ حطي الشخصيه كمونه وتعرفي الناس حالتك ليه؟ ما تخلينا في حالنا. بروح يا كمونه. ايه يا كمونه؟ ما انا حطيتها قبل كده على الانستا وانت لايكتها كمان على الانستا. يا كابتن ما ينفعش كده، عيب هتضرب خطيبتك واحنا واقفين. ايه يا عم انت فين؟ ولا راجع الاناناسيه دي ورا. يا اوعى تفتكر ان شعرك ده يخوفني، اديك على عينك. لا يا عم تضربنيش والنبي يا عم. تاخد دينا مراجيح دي وتمشي من هنا. يا اسطى هي نزلت الصورة على الانستا. ايه الانستا ده؟ ده موقع كده لعلي السيسي اللي زي دول كده بينزلوا عليه الصور. انستا؟ اه. ده بكام ده؟ يعني هو حتى لو بجنيه ونص هتشتريه يا رمضان؟ بجنيه ونص؟ ها؟ مهم يلا امشي بشعرك ده وخد البنت المشوهة دي وامشي من هنا. الله! انت ازاي تحطي ميك اب وانت مش معايا؟ انت مش قادر غير عليا قدامي يا بنت. روح يا كمونة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي المفروض كده حاطة ميك اب؟ انا مش عارف يعني ايه ميك اب. ايوه يعني دي احسن حالاتها يعني. حاجة غريبة جدا. هو الشباب بقى كده وهي دي اللغة بقى؟ أنا مش فاهم حاجة يا رمضان. واحد اختفى عن العالم بقاله فترة. ده الواحد اتسحل عن العالم. أنت هتروح بقى تشتري حاجات؟ آه اشتري حاجات كده نبر نفسنا ناكل كده. أنا أخش آكل عندي بقى. إيه أنا عندي شوية حاجات كده بايتة بقالها فترة عندي يعني، فخايف تبات. روح يا رمضان بس ما تأخرش. ماشي وهجيلك. ماشي بسرعة. نخش بقى نشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ شوف يا عمك يلا. حلو قوي ده. ايه رأيك في الروشنة؟ ولع الدنيا. لبس بتوع الأنابيب ده ياكل منك حتة. وانت اللبس يعني بتاع سلاحف النينجا ده هو اللي خلاص اخر موضه؟ هي دي الروشنه يا عم، انما الجو الكتات دي اتلغت زمان. واحده 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 واحده. اخش في ماشي. فين عم رمضان؟ عمك رمضان راح يجيب ياكل اكل بايت في اللوكاندا وجاي. لا لا ده تلاقيه بايت من شهر اغسطس الاكل ده. عادي بقى هو معدته واخده على كده. تعالى تعالى الكشك نبتدي الصياعه بقى، نجيب حاجه نشربها ونقف بيها على النصر. ده كشك مهجور ولا ايه؟ يا اللي هنا. ايه 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 مساء الخير يا حاج. مساء النور. لو سمحت ممكن تدينا بس كيسين بطاطس مقرمشه؟ بطاطس مقرمشه من دي؟ ايوه. اه يا ريت. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اصل انا ما ببيعش بطاطس مقرمشه. ما بتبيعش؟ ما بيبيعش. الراجل ده اصله امين جدا. خايف علينا يعني، بتجيب مواد حافظه وبتجيب امراض وكده. طب شوف لنا حاجه ثانيه يا عم منصف. خلاص ممكن مصاصه من دي. من دي؟ ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. المصاصه ماتت حضرتك. ما بتبيعش مصاصة. ما بتبيعش برضه مصاصة؟ معلش خايف علينا من التسوس، معلش اختار حاجة تانية مثلا. طب حضرتك ادينا شوكولاتة من دي. من دي؟ اه. لا إله إلا الله. سهلنا. أصل أنا ما بتبيعش شوكولاتة برضه. ما بتبيعش برضه شوكولاتة؟ حضرتك واقف تدوق. طب هات بسكوت. لا شبعت مش قادر والله. إيه ده؟ وإحنا بنطلب عشان نأكله ولا؟ وإحنا جايين نقوتك. ما أنتوا عايزين إيه؟ عايزينك تبيع. ما بتبيعش ليه؟ أنا بلح الكشك ده لمزاجي الشخصي. عشان اقعد اكل كل الحاجات اللي فيه دي واشوف نظره الحرمان اللي في عينيكوا دي. ايه ده؟ انا اتحرمت من حاجات كتير قوي وانا صغير. يا عم احنا مالنا ومالك وانت صغير؟ ما كنتش تولع. ماما ما كانش بيديني سندوتشات وانا رايح المدرسه. ماما ما كانش بتغيرني وانا بقى بعمل بيبي. يا عم تولع تعمل بيبي بعد عننا، انت تقرفنا. ريحته باينه ان ماما ما كانتش بتغيرني. لكن دلوقتي بقى عندي كشك فيه بطاطس مقرمشه وبسكوت ومصاصه وشوكولاته. شوكولاته شوكولاته.